مرحبا بكم، موعد جديد مع سلسلة لم يعرض من قبل في المحقق بلس، السلسلة اللي نعرض لكم فيها في كل مرة قضايا لم تعرض في وسائل الإعلام في تونس بصفة حصرية، ومنهم قضيتنا لليوم، قضية الحقيقة اللي فيها تطورات وأحداث نجم تكون ممتازة لفيلم وإلا لمسلسل. قضية باش تهزنا إلى ما يمكن أن يحصل بعد الرتريت، هذا اللي نشوفوه في لم يعرض من قبل لليلة. مرحبا بكم. إذن قضيتنا لليلة تهزنا المنوبة وتحديداً لجديدة، وباش ترجع بينا لسنوات 2018-2019. قاعدين نحكيو على عائلة تسكن مع بعضها، عائلة موسعة، عائلة سي المنصف. المنصف توا عمره 62 سنة، أرمل، مرته توفيت عندها مدة، عنده بنية اسمها ليلى، هي بيدها معرسة وعندها طفل مراهق معناتها ولدها عمره تقريبا 15 سنة، يسكنوا هما بعاد عليه، هو سي المنصف هذا 62 سنة يسكن مع دارهم، يسكن مع أمه ويسكن مع أخواته، أخواته اللي معرسين وهما زادة بصغارهم. عائلة موسعة تسكن مع بعضها فرد دار، دار ولات عمارة، تقول أنت كل واحد ماخو طاق وكل واحد ماخو جناح من هذه من هذا المنزل. المنصف 62 سنة وبالتالي روتريتي، كان موظف وهو روتريتي وعايش عيشة عادية بالتقاعد متاعه، لكنه شوية باش يحسن وضعيته وشوية لأنه اقلق شوية من الروتريت، فقرر أنه يعمل مشروع. توا قاعدين يقولوا له من مدة وموجودة الحكاية ودارجة وقاعد يشوف في برشا ناس هوكا ماشيين جايين عاد زاير، هم جايبين سلعة وكل واحد وكيفاش يبيع فيها. قبل ما تتكبس توا الأمور 2018 كانت مسيبة نوعا ما، فقرر أنه يعمل مشروع في هذا الإطار. قرر أنه يحل كشك، أما كشك متنقل، باش يعمل كشك في ستافات صغيرة، كشك متنقل وبش يبيع فيه بالأخص بالأخص منتجات اللي بش يجيبها من الجزائر ومنتجات أخرى اللي متوفرة زادة في السوق التونسية. حضرك استفيت، عمل فيها الجانب متاع الكشك وعمل فيها جانب آخر بريفي، عمل فيها بيتا بش يقعد يرتاح فيها يبيت فيها، ونقول لك بيتا معناها فرش هكا تركينا في الاستفات، عمل فيها فرش وين ينجم يرقد وين ينجم يبيت، رغم اللي هو عنده داره الا انه الحقيقه باش يعدي ليالي احيانا هو يبيت، بما انها هي استفات وين يمشي كل مره ينجم يبعد شويه وبالتالي ما يقعدش يروح اخر العشيه ولا اخر الليل، هاكا يبيت على بلاست. هكا كان عامل المنصف، هكا باش يعمل تقريبا في سنة 2018، باش ينطلق في هذا المشروع، ومشروع على ما يظهر باش يكون به ضربة ضربتين، يمشي للجزائر يجيب السلعة وهوكا يخدم على روحه في هالكشك المتنقل، وهوكا يبيت غادي ساعات ويخبر عائلته، وتواصلت الأمور بهذه الصفة بصفة عادية حتى ليوصلنا لصيفية 2019، 26 أوت 2019، سي المنصف ما روحش للدار، مش حاجة غريبة، العائلة بتستنى، أما بنته مسنسة تطلبه ديما، ما جاوبش، سألت جدتها مرأة كبيرة، قلت لها راني ما عندي عليه حتى فكرة،
شافت منا من غادي ما لقاو حتى حل. كيما جاوبش على التليفون ومش من عوايده أنه يبات ما يخبرهمش، قرروا أنهم يمشيوا لبنية وهم وجدتها وشكون من العائلة مشيوا له للاستافيت وين خلاوه وين خلاوه هالكشك المتنقل. يا أخي شافوا لي الضو يشعل فيه أما الباب مسكر، صاحوا عيتوا ضربوا ما خرج لهم حتى حد، قرروا أنهم يخلعوا الباب. وهذاك فعلا اللي مش يعملوا، خلعوا الباب متاع استافيت ودخلوا. وهنا شافوا مشهد، شافت ليلى بوها في مشهد اللي عمرها ما كانت تتصور أنها تشوفها فيه. شافته مرمي فوق الجراية اللي عنده في هالستافيت، وفي راسه ساشي شكارة مغميت له راسه، وهو كلمة لا حركة لا، امشاو تفقدوه مباشرة. أما تروتار مش يلقاوه ميت، حتى ولو أنهم كلموا الحماية شافوا كذا الراجل ميت، وميت يظهر أنه من سوايع على الأقل. على الفور باش يقوموا بإعلام الوحدات الأمنية اللي باش تتحول على عين المكان. وفي مثل هذه القضايا ديما قلت لكم في أغلب الجرائم المتهم الأول شكون؟ صحيح، المحيط. أول ما يشكوا الأمنيين والمحقين يشكوا في المحيط. علاش؟ على خاطر أكثر من 80% من الجرائم اللي تصير المتسببين فيها هما المحيط متاع الضحية، هما العائلة أو الأصحاب الأقرب. وبالتالي ابدأ سؤال على هاي سيديات نتعرفوا شوية على العائلة تاع سي المنصف، ومش تلقى العناصر الأمنية أنه الحقيقة فما جو مكهرب. المنصف هو الخو الكبير في إخواته، وهو ماخو الباي الكبير في الدار اللي يسكنوا فيها العيلة الكل، رغم اللي هو وحده، لا مرته معاه لا بنته معاه، وحده. أما ماخو الجزء الأكبر، والأخرين إخواته ماخذين بيوت وواحد أجزاء أصغر، رغم اللي هما يعيشوا مع صغارهم، نسيهم وصغارهم في هكذا. دونك فما شوية جو مشحون، زيد من اللي عملوا الدروج باش طلعوا بيها للفوق في الدار، جو مشحون بين الأخوات، فما مشكلة في الدروج، حسيلوا قربلة متاع مشاكل عائلية موجودة خاصة بالنسبة للعائلات اللي يسكنوا مع بعضهم. هي ما هي مشاكل تؤدي إلى القتل مثلا، ولا تؤدي إلى الانتقام. بيست مش باش تلقى عليها العناصر الأمنية حتى مؤشر قوي، فبش يبدلوا البيست. هما في الحقيقة ماشيين فيها الثنية الثانية من الأول، لأنه من الأول بمعاينة مكان الجريمة فما برشا معطيات غريبة. حاجة الأولى طبيعي تقول أنت تفتفوها البلاصة، ستوشو ما فماش بين، وأنه يظهر فما حاجات تهزت سلعة ما فماش، فما حاجات تهزت من هالبركة. أما بخلاف في مسرح الجريمة فما زوز فناجل نتاع قهوة، زوز يعني فما زوز أشخاص، الضحية وربما المجرم. تو نرجعوله، فما حاجة أخرى غريبة زيدة في الجيب متاع السروال متاعه، باش يلقاو ساشي صغيرة فيها بودر بيضة. اش يعمل زعما رجل الستين بهالبودر البيضة؟ وشنو هي الساعة هالبودر البيضة؟ هذه جملة المعطيات اللي كانت متوفرة منذ أن تم العثور على الجثة. تتعدى الجثة للتشريح بطبيعة الحال باش نفهموا سبب الوفاة. هل هو البودر البيضة مثلا تطلعش دروغ؟ وإذا كان طلعت كوكايين ولا هيروين و اوفردوز مات، اي ما شني دخل الساشي اللي لبست له راسه؟
دونك يلزمنا نستناو تقرير الطب الشرعي، وباش يجي تقرير الطب الشرعي باش يزيد يوجه الطريق اللي ماشيين فيه العناصر الأمنية. تقرير الطب الشرعي ساعة باش يقول انه ما فما حتى اوفردوز، ما فما حتى استهلاك متاع مواد مخدرة بالنسبة للضحية، في معنى استهلاك مخدرات ما فماش، ما لقاش أثر. ويقول أنه سبب الوفاة هو الخنق، هو الاختناق، المنصف مات مخنوق تقطع عليه الهواء. مات مخنوق بساشي فوق راسه وكالبودر اللي في 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 جيبه ماهيش دروغ، مالا شنو منوم؟ ابو منوم اي في جيبه هو المنوم، اي هو شربه. ما لقاش الطب الشرعي الاثر بصفه واضحه، ولكن ما نعرفوش انتحر. لا، ما انا قلنا عاد اللي هو مات مخنوق، كيفاش انتحر وهو مات مخنوق؟ على كل حال هذه هي الأسئلة والمعطيات المتوفرة بالنسبة للمحققين. شنو بقى في هذا الكل مازلنا ما ثبتناش فيه؟ كانك مركز معايا في الحكاية، قال في الجي زوز ناش قاوم تقريبا ملوحين في سطل تاع ماء في وسط البريك، ومنهم فنجان فيها روج أحمر الشفاه. امرأة كانت موجودة في هذا المكان. هذه المعطيات لحد الآن، معطيات اللي ربما تتأكد بكاميرا المراقبة. باش تمشي العناصر الأمنية تحاول تشوف ايش فما في هالبليصة هذية، مدخل جديدة تقريبا، اشنو فما من كاميراوات تنجم تفيد. فمش كاميرا قريبة من البريكة متاع سيلمونسف. في الأثناء بعد الطب الشرعي باش تخرج الجثة وباش يصير الدفن متاعها وباش تتقبل العائلة العزاء، وبطبيعة الحال ناس باش تجي تعزي معناها في الوالدة متاعو في عائلته في بنته. ما بيناتهم فما سيدة جات تعزي في العائلة، لكن حتى حد ما يعرفها. ليلى سألت جدتها، قالت لها أخي المرأة هذه اللي جاتني شكون؟ قالت لها ما نعرفش. مشيت سألت المرأة، قالت لها مدام ربي جوست سمحني راه يعطيك صحة وبارك الله فيك، معناها حبيت معناها ما عرفتكش انت من العائلة، ما نعرفوكش وإلا من أصحاب الوالد وإلا. لا لا أنا الله يرحمه الوالد، أنا حريفة عند الوالد، أنا من الحريفات متاعو، كنت ديما نقضي من عنده الحق، وذاك علاش غاضني كي سمعت باللي صار له فجيت باش نعزيكم. أي ما هي ليلى الحقيقة ما جاء لبالها هذا السؤال إلا ما شافت تصرفات غريبة على المرأة، إلا ما شافتها مش طبيعية، تحكي في التليفون، تخزر خزرات غريبة، تسأل اش صار وكيفاش ولقيناشي بربي ولقيتوشي طريق وخيط وشنو اللي صار له فهمناشي، تسأل في برشة أسئلة على ظروف وخلفيات الجريمة. باش ترجع ليلى لجدتها وباش تقولها، قولها المرأة قالت اللي هي كليونت عند بابا، حريفة كانت تقضي من عنده كيفها كيما الناس كل. يا اخي بابا ما حكى لكش على مرأة هكا عنده بها علاقة ولا حاجة؟ هي احكي لي على تونسية في الخارج، قال لي يمكن باش ياخذها. أما من بعد رجع وقال لي يصرف نظر، راني ما كالحكاية راي وفيت. معطيات كانت كافية بالنسبة لليلى باش أنها تشك في هذه السيدة، زعما هي
اللي حكي عليها بوها المنصف لأمه قبل ما يصرف النظر على موضوع الزواج. وهنا باش تبلغ العناصر الأمنية على شكوكها. الأمن اللي وقتها جاب كاميرات المراقبة. الكاميرا الوحيدة اللي لقاوها قريبة باش تبين نهار الحادثة تاكسي واقفة مش بعيد على الكشك، وهبت منها امرأة. أما ما نشوفوش منها حاجة كبيرة، كله بالقفاء، معناها وجهها ما يتشافش. تمشي 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 شيرت الكشك، ما فماش صور على الكشك توري أنها دخلت ولا أنها حكيت ولا أنها تواصلت، ولكنها ماشية شيرت الكشك. البوليسية خذاه والكاميرات عن نهار ذاك الكل. الوحيدة اللي جات غادي في تاكسي وهبطت بحذا الكشك هي هذه السيدة. من هي؟ ما عرفوش. عادة كي جات البنية ليلى وقالت لهم راهو فما امراه وراهو جاتنا وراهي تقول اللي هي تعرف بابا، ما راهو يظهر اللي هي كان باش يعرس بها خبيلة، بالطبيعة باش يعيطولها. هيا مدام إجاب ربي حاجتنا بيك في المركز. قدم لكم مدام عزة في الأربعينات من عمرها في إيطاليا هي عايشة، ولكنها تمشي وتجي على تونس، وهبطت مؤخرا في الصيفية، وأول حاجة بدأت تعملها بدأت تعمل في الكوندويت باش تاخذ بيرمي. الكوندويت جاء الباركور متاحة بحذا سي الكشك متاع سي المنصف، عاد ضربة ضربتين وين تستحق دبيب زماء وين تستحق باش تاخذ حاجة تمشي لسي المنصف. أو سي المنصف يظهر أنها حلات في عينه، وتكررت ما بيناتهم المشيات والجيات، إلى أن، وهذا اللي باش تقوله هي للعناصر الأمنية من بعد، باش يدخلها عنوة للكشك المتنقل وباش يعتدي عليها. اعتداء ولا اغتصاب، هي كيفاش خذيته وقتها؟ خذيته اعتداء، ولكن مش برش اعتداء، خاطر قالها لي هو عجبته ويحبها وباش ياخذها، وهي ما كانتش من العكسين ووافقت على ذلك وتواصلت في العلاقة مع سي المنصف. ولات المشيات والجيات وكله يصير في التركينة متاع الكشك اللي نحكيه عليه، ولات حتى تحط في حتى تتبشها معناها بحذاء، معناها شوية من قطايعها من حوايجها حطتهم في وسط البيتة الصغيرة اللي موجودة في هستفات. يا المنصف وقتاش باش تجي تخطبني؟ مش قلت لي باش نجي نخطبك؟ اي تو يسهل ربي تو نجي نخطبك. يا المنصف وقتاش؟ تي ماني قلت لك تو نجي؟ تي وقتاش تو تجي؟ ما وقتاش تو باش نرجع انا لايطاليا وكذا وخلي ننظموا الامور قبل. في وقتاش في كيفاش سي المنصف باش تطلع له الناعوره، وقت اللي باش تجيه مره اخرى وتعاود تجبد له الموضوع باش يترشق عليها ويقول لها اسمع يا عزة نبه عليك. شفت هذا تشوفيه التليفون؟ ها هذو ما تصور عرفت شكون الفيديوهات. وعزة تخزر وماهيش مصدقة، تصورها هي وياه، فيديوهاتها فهمت، وتصورها وفيديوهاتها في وضعيات معينة. يا عزة كان ما زلت تجبد لي مرة أخرى على موضوع الماخذة هذايا نفضحك. ما عايش تجبد لي على مانيش ما في الستين، أنا توا 63 سنة 62 سنة باش نجي ناخو مرأة توا مانيش ماخو حتى شيء، وإحنا علاقتنا باش تقعد كيما هي كيما هك، وكان هكا تلعب بذيلك هكا وإلا هكا نهبط الفيديوهات هذايا ونفضحك. برعات
باش تقول أنها صدمت من الكلام اللي قاعد يقولها فيه المنصف، المنصف اللي كانت تصوره يحبها، المنصف اللي كانت تصوره باش ياخذها وباش يقولها على الفور هاي يدخل تو معاي، باش تدخل معاه للبريكة. فهمنا؟ فهمنا بايا، باش نبين لك الحسن النية متاعي باش نفسخ التصاور هذي وما عاش تعاود لي الحكاية متاع العرس والماخذة، راني نعاود باي. هاك شد تليفونه بدا كذا يفسخ، هاي جا نعملو زوز قهاوي نعمرو بهم المخ. ودخلت معاه، وكي دخلت معاه وهو يحضر في القهاوي تخطف هكا روحها فيت في وتشوف التليفون وتلقى تصورها وفيديوهاتها كيما هما مازالوا موجودين عنده، ما فسخ منهم حتى شيء. وباش تبدا تغضب وتخدمها في مخها وتقول لك هذايا ماهوش ناوي يجيبها البر، وتتلفت له، والروايه ديما لها تتلفت له تلقاه يحضر في القهاوي يحرك في الفنجان وإذا به يحط يده في جيبه ويجبد شكارة وهكا مخبيها بشيء ما تشوفهاش. فهمت اللي هو من هالشكارة حط حاجة في الفنجان متاع القهوة متاعها، حسبت روحها ما في بليش. جيب هو القهاوي الاثنين بارولته هكا بشوية شوية ألعابه وحطت له الكاس متاعها، شربشي هو سي كاس القهوة امتاحة اللي هو في باله باش ينومها هي بيه حسب ما هي تقول. يا اخي ارقد هو، كي هو ارقد بعد ما شرب المخدر، المادة البيضة ذيك هي مادة مخدرة، هي باش تستغل الفرصة باش تهز دبشها حوايجها، باش تهز التليفون نتاعو، باش تهز السلعة اللي كانت عنده غادي حوايج قلت لك هو يمشي ويجي على الجزائر يسلع من كل شيء، ما هزت اللي نجمت تلقاه، وباش تجي خارجة ومن بعد باش تقف. لا بيا ما يكفيش، وباش ترجع له باش تلبسو شكارة وباش تبدا تخنق فيه، تخنق فيه وهي حاطه كشكارة وحطت له مخدة فوق راسه باش يقوم شي هكا ولا هكا يقوم يسيح. خنقت 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 حطت هكا المخدة والشكارة، ومن بعد وقت اللي تعبت هزت روحها وخرجت وطلبت قريبها قالت له جاني راني مثقلة وعندي شوية قضيات وكذا إجا روح بيا. وهذاك اللي باش يسيح، انا عمري ما كنت نتصور اني باش نقتلوا المنصف، انا دفعت على روحي وفي بالي باش يفيق بعد هذاك يفيق وتكون له تريحه التوبه هكا باش تقول عزة اثناء التحقيق معاها واثناء المحاكمه نتاعها. لكن مش هكا بالكل باش تكيف المحكمه العمليه، محكمة اللي باش تعتبر وأنه اللي قامت به عزة هو عملية قتل مكتملة الأركان، وبالتالي باش تسلط عليها أقوى العقوبات. قبل ما نجيك للعقوبة جست حبيت نلفت النظر متاعك على كل هذه الأحداث والتطورات. شوف شنو قلت لك قبيلة ينجم يصير راهو في عالم الروتريت كما في عالم ما قبل الروتريت، يعني قصة كاملة، عالم كامل كان عايش فيه المنصف سان جاردان سكري يقولوا الفرنسيس، يعني كل واحد منا يقول لك عنده الجردة السرية متاعه. الجردة السرية تاع المنصف كانت في وسط البريكة اللي عملها باش يدخل منها فلوس وجعل منها زادة مكان للقاء العاشقة متاعه. وفي 15 جويلية 2022 محكمة الاستئناف بتونس باش تقر الحكم الابتدائي اللي يصدر في حق عزة، حكم بالإعدام.
شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.